برنامه خزينة قرآن قرآن پیام خدایه دستور جیانه بهارا دلایه بو همی مروباتیه بو همی سردمکیه معجزه حتی روژا دماهی که خزینه قرآن جا آماده کنو پیشکش کرنا ما مستو عبدالباری زبر بمینن دیگل خلق عبرو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الحبيب والنبي الخاتم محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعه. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد و شكر خداي برزو بلنتكين كو امجارك دي جهشتي نفئك و بيش كشكرنا خلقه كانيج برنامه هوا خزينة قرآن. افرو اگر خداي حسكت ادقل خزينة كاديكا ادقل دعا و غازيكا پیغمبرك خداي عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، او جي دعايا سليمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت بيجد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نكجي دابيك بجهدار بين بآيات حفدو هجدو نوزدا جسورة النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ملیگه لی خوشکو برایا دو آتت بری وان سی آتت منو که گهداریا وان کری خودی جل و علا بو مدیارت کد که خودی جل و علا چه دای سلیمان و بابیوی داود علیهما الصلاة والسلام. وقتی خودی جل و علا بجید ولقد آتینا داود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
إن هذا لهو الفضل المبين. أما آيات 15 و 16 بون بما ديار بوكا خد جل وعلا كرمك مزن نعمتي مزن قال هردو بيغمبريت خويت كري داود يباب وسليمان يكر عليهما الصلاة والسلام. أها واختيت بجن وأوتينا من كل شيء وأبتشيا أبا كرم وخدا إن هذا لهو الفضل المبي. أبا كرم ومظن وأبا نعمة ومظن خدي جل وعلا قال مكري سليمان عليه الصلاة والسلام وبابوي داود عليه الصلاة والسلام بخو قالك دعاية كرين قالك غازية كرين شوان دعايا أبت سليمان عليه السلام بخو كرين أبيك دبجيت قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أبوكو دخازية كبو بل دعايا بس دخازية خدي چه بداتي ملكا كبداتي ملكا كبداتي مالداريا كبداتي وصابت يعني ندابتا كسي أنكو بو كسي بشتوي خصا چينا بيت بجد يا ربي خديتو ملكو ملدارياكا وصا بدايا من بو كسي بشتي من چينا بيت براستي تو زيدا كرم بخشي إنك أنت الوهاب. أبا سورة الصاد آيات سيو بينجي لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يكون لأحد من بعدي بكسي بشتي من حصى جنبي وبيقومان أفد خازيا سليمان عليه الصلاة والسلام بهندبوا كأف قوة الشيانة ببنى معجزة ببنى نشانة بو بيغمبرات ياوي بهند كو فيدينة هنه ببلافكت وخلق إيمان بخد جل وعلا بينت وببيتا معجزة بوي كبيغمبر خدي عليه الصلاة والسلام هر وصا ادخورا ديت چونك بيغمبر خدي وكر بيغمبر خدي كأوي قوة أوي شيانة بقنجية بباشية ببلافكرنا آين خدي ودين خدي بكار بينيت. طبعا خدي برسواوي دا وأف ملكي حني داي وكما قهداري كري بو وان سعواتت بري بينا كما قهداري وان كري بيغمبر عليه الصلاة والسلام مراعاتا في چنده يا كري جيانا خدا ريدانا كبسر دهات بو مفاد قرطبا بيغمبر صلى الله عليه وسلم اد بجيت شبك الشبا اسمزقفت دابوم افريتك اجنا ادفيا بيت نفيجا من قطعكتو نفيجا من تيك بدات إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه إن خدشيان دانا من قوة دانا من كؤس أوي بقرم أو بقرم أو بخندقين من استوي قرتون فأخذته بجد من قرت فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد كنت من بشتي قرتي من فيا قريدام بستينا كأستينة مزقفته حتى تنظروا إليه كلكم ودي إسبيدي دهين هنك دهمي بينن أوي عفريتي فذكرت دعوة أخي سليمان قلت بيرامن دعايا برامن هاد سليمان عليه السلام واختي قلت ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أها قلت أف دعاء هاتا بيرامن فرددته خاصية هنا قلت من بردو من كردري شمس قفته فرمودش إمام بخاري بما روايتك واتا خدي جل وعلا ملكك مظن قوته شيانة مظن لشكرك جور أو جور دانا بردسته سليمان عليه الصلاة والسلام نكاد هنا سروان آيات أويت ما بريبينك جهداري بكري آتا جمارة حفدة وقت خد جل وعلا بيجيب وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أفلش كري هني هاتا كون كرن
افلش كرهنه بيكاتبوش چه اش اجلنا اش افريتا الشياطين واش مروفا هروسا الطير حيوانات فهم يوزعون افلش كرهنه هنده مظنبو ان هنده مشابو هنده زوربو بيتفيب هنده بوكا بيتاريك اخستن بجيت سليمان عليه الصلاة والسلام حصى لشكري خو ركت اخست وكو چوانو كاد بيجيني سيستم كردوسا وقته كردوسا كتت كومكا بيقفتت باشينجي اكاديكتت باشينجي اكاديكتت ويدس بيكي دراوستن حتى ديماهيكي بغنوه ان حصى بيجيت لشكري خو حصى جوان تازه ريك اخست بو ده همي بيقفة بچن حتى أتوا على وادي النملي حتى جهشتنا نهالة ميريان أف نهالة عندك علامات بجن يالشامي قالك ياب ميريا الفيري خدي جل وعلا بما بجد بجد ميريك قد قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قالي ميريان هرنت جهه خوفه سليمان لشكري خو هوا نهرشين بي بخوب حسن افقوتنا افشيرتا اف اغاداريا جهشنا جهت سليمان عليه الصلاة والسلام تشتكي عجايبو تشتكي غريب أدب بيغمبر عليه الصلاة والسلام أدبك كاملة رد فعل سليمان عليه السلام تشبو فتبسم ضاحكا من قولها قرنجي قرنجين نكرة قهقها بكنينة دنج خب كنية بلا نكر حوار نكرة بكنية نخير فتبسم ضاحكا قرنجينك سردوه ويچه بو كيفاوي هات بله و بيتوية وقته جهه عجائبه و كيف خوشيه قرنجين وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بارا بتره كان يا پیغمبری چه بو قرنجين بو واتا افا ادب و پیغمبر عليه الصلاة والسلام جهه بيتوية كيف خوشيه انكو حالتك و كيف خوشيه چه بو؟ ده مروفكتا كني آن ده قرنجيت بله و اگر جهكي مروف تشتاكي خوش خبركي خوش قهله بو مروفي نكره كني انكو مروف نقرنجي اذا نشان السر هندك مروف يدرق اخلاق مروفي يتندى خو سپاندنك هاي آنكو أخلاقي وي نوكو أخلاق البيغمبر عليه الصلاة والسلام شكا بيتي في بهندي يا كامروف مادام تشتكي كيف خوشيه يا تشتكى مروف لي أجايب قرتي بيت بيتي في قرنجينه الفيري سليمان عليه الصلاة والسلام قرنجي وبيروي الوان نعمت خودی همیه هاته و که خودی چند هزو شیان داینه چند لشکر دایه چند قوت دایه هر وسا آخفتنا حیواناتش نیشاویده ادگل هنده دا عجایب گرتیش بو اش آخفتن ادوه میری یهنه چکه اوه میری یهنه گلک جوان و تازه آخفت گودی خودی چوا فیری وی میریه کریه که حسا باغوتو غصا شيرتا المريا بكاتو و دورو بريخو بكات ويري والفي مقام هاني بيتو فيبو عليه الصلاة والسلام في دعاء هاني بكات في غازي هاني بكات خودي چان كرم قال كرين چان نعمت قال كرين هنا ويري دعاء كرين دعاية اوكا درسو معفرو السر چو قوتي فتبسم ضاحكا من قولها وقال
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أبدو هنا كان مقطع كوبيكتت مقطع إيكا ربي أوزعني، يعني يا ربي خده توفيقه من بدي دستي من بقري بري من بداية هندك وأس شكرين يا تبك برامبر وان نعمتي تقال من كرين برامبر وان قنجيعوي تقال من كرين هر وصا برامبر وان قنجيع تقال دي كبابت من كرين قنجو نعمت اگر قال دي كباباج بينا كرين وكو هنديك قال مروفية تينا كرين بل ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي هوارك لخده وقلت يا ربي خده دستي من بقرة بلي مبدأ هندي كو أشكرين يا تبكم برامبر وان نعمتي تهاني أوي تقال من كرين وان كرمي تهاني تقال من كرين وقال ديكو بابت من كرين هروصا وأن أعمل صالحا ترضاه وأس وان كارو كريارت قنج بكم أوي تجي راضي وأن أعمل صالحا ترضاه أز وان كارو كريارت قنج بكم أوي تو جي راضي بري مبدأ عمل صالح بري مبدأ كارو كريارت قنج باش أوي تا أمر بمكري كأم بكي وتجي يلوان عملت هاني راضي وتبي خوش أمروف وان كارو كريارت هاني بردوام أنجام بدأ بلي قالي خوش كبرايا أميد قال دعاء غازية سليمان عليه الصلاة والسلام هم قهشتنا هندي كسليمان عليه السلام دعاء خوكر وغازية خوكر وبرب بابتك يشو كقلك يقرنقا وبيتبيب راوستيانك وبيتبيب رونكرناك هيا هذا بيغنبر خدي عليه الصلاة والسلام وخده جل وعلا كرم ونعمات يدخوغ الكرم الفيري بيتي بيب چيا؟ بيتي بيب بشكريا بيتي بيب هنده يا كمروف يشاكر بيت بيتي بيب مروف اعتراف بكت ابذي نعمتا حني بيتي بيب مروف مدح وثناء خده جل وعلا بكت بيتي بيب مروف كارد باش بكت ابوان نعمتت حني بيتي فيا بهندك مرف ذي نعمته هني بكار بيني تبطاعته عبدين ياخو ديدا ها أبدي بيت الشكر ابن القيم رحمة خديلي بيت أن بيجيت الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا ها شكرين ياخو دي دي مرف شو بيت عبدك الشاكر بيجيت اف نعمت خودل گل مروفی کری بیت سر عزمان مروفی مروف بحث بکن حمد و ثناء شکرینی خوده بکن اقرار بکن که خوده جل و علا اف نعمت ها گل تکری بازمان خو هر وصا و علا قلبه شهودا و محبتا و بدل خو شهدی بدب بچندهنه و هر وصا بگمان اگر خوده نعمت گل مروفی کر حجی کرنا مروفی ده بخوده زیده بی وعلى جوارحه انقيادا وطاعة هر وصا اندام الدكيت لشيخو ذي نعمته ابكار بنا بطاعتي بعبدين ياخده بهندك زيدته ملتزم بي بأمر نهية خده جل وعلا ايكش عالم نبوي ابو عبد الرحمن الحبلي اتشد بيجيت الصلاة شكر نفشكرن شكرين ياخده الصيام شكر روجي قرتن شكرين يا خديا وكل خير تعمله لله شكر هر قنجيك تدكي بو خدي أفا شكرين يا خدي تويدكي وأفضل الشكر الحمد
باشترين شكر تبيجي الحمد لله. رواه ابن جرير. هر وصى محمد كري كعبي تبيجي الشكر تقوى الله والعمل بطاعته. بيجي شكريني أوكتو مروفك خده ترزبي متقيبي والعمل بطاعته. وهر وصى شكريني أوكتو كارو كريارد باش بكي اوه خوده امر بكري اوه خوده گوتي امروفي بكا طاعتا خوده هر وصا مروف خودير بخيت شوان نهيت كخوده سرما واجب كرين و گوتي اما خوله دير بخن آنكو وان كارو كريارت هنه نكن گوتي اوه بيتا شكريني وره اخفنك دهت فرق چي اما بين شكره و حمده شو كما بحسي حمدش كر ما قلتي أفضل شكري الحمد بلي فرقك وزور يا حي شكر بجوارحة تتكر أزماني بدلي هروسا عندما ديكيت لشمرو في كامروف طاعته خده بيتكت وكما نوكا قلتي نفيش روجي خير وقنجي باشي عمل صالح تقوى خده جل وعلا أبا همي ما قلتي دبنا شكر تو شكر خديت كيس نعمت تويت قالتا لي والحمد يكون باللسان والقلب بل حمد تنب أزمانيا ما قلت شكر بأزمانيا بدليا وبجوارحايا همي اندامت لش مروفيا بس حمد وقت مروفيت الحمد لله يا رب العالمين تنب أزماني وبدليا هروصا ولا ما يدمي يقولي شكر همي وقتا تيتا قوتن بلي الشكر لله الحمد لله بلي بهمي وقتا تيتا قوتن الشكر في كل حال اگر نعمتك بمرو في بيت آن نخشك بمرو في بيت مرفت بيه شاكر بيت يا صابر بيت هر وصا الحمد لله بلي همي وقتا كي تيتا قوتن وكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت خوشيا وقت نعمته برفرهية دا بجيت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقتنا خوشيا دا چه بجيت پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام دا بجيت الحمد لله على كل حال هر وصا روناهيك زيداتر سربابت شكره سورة 7 آيات 13 هر درباري سليمان عليه السلام و آل داود چه بجيت خود جل وعلا بجيت يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور أمر خدية بو آلو داود سليمان عليه السلام إيكش وانكس آلو داود بل كريوية بجد عملوا آل داود شكرا وات الشكر عملا كارا كريارا ما قوتي وان نعمت تحاني دي بكار إني بطاعة خدية أبا شكرني خدية دي وان كارو كريارا كي أبا كخدية بخوش أبا تويه شكرين يا خداتك اي ابد ابو عبدك يا شاكر اعملوا آل داود شكرا اف نعمه تخدي قال شكرين آل داود جهنك شكرين يا خدي بكن ابچه بعمل صالح طاعته خدي بقنجيه وباشيه وخيره طبعا قال لي خوش كبرى بابات الشكر قالك برفرحه شوان ايات قرانا بيروس امر بيغمبر مكري عليه الصلاه والسلام محمد بن عبد الله وقت خده قوتيه بل الله فاعبد وكن من الشاكرين سورة الزمر آية 66 دفيري دا أمر خده بو پیغمبر خو كعبدين يوي بكت بذي عبدينيه بذي عمل صالح بذي عبادتي بذي طاعته هنه دبيتا عبدك الشاكر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگو من سید الشاکرین بوا وقت ود گرنبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حصا خود وسطاند وقت نویجه وقت شف نویجه وقت عبدین یا خوده وقت دعایا او دا بجنه پیغمبر خوده علیه الصلاة والسلام یا رسول الله رحمه بخوبا او پتیت شخ شخ بین ما تو اصراحتا کناکی بین ودانا کناکی او دا چه بجید فيقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا أبا إمام بخاري مسلم
بما في فرمودهنة ذكر لو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دبيتا سيد الشاكرين وخد جل وعلا قلق حشا عبدت خودك وقته شكرين يويتك إن الله يحب أن يشكر خد جل وعلا قلق نعمة تقال ماكرين قلي خش كبرايا مصطرين نعمة إيمان وإسلام ريكا دين خده نشام دعي أمد داين أمته بيغمبري صلى الله عليه وسلم چند گناهت ما ستر کرینا ما چند به امریا خوده کریا ام چند دیر کفتینا خوده جل و علا ام ستر کرین ام نفضحان دینا اما چند نعمت اکم مصنع برانبر وی چنده چند نعمت گل ما کرینا چند خوشی داینا ما چند کرم گل ما کرینا هره یا حجینیا هره جی خودانینا بله و ام مقصرین هره ام حق به شکرهانی تدین شكرا وان نعمت هاني ام تدين نخير ام قالك مقصرين وكما قلتي بس تنينية بيجي الحمد لله نا وان نعمت هاني تفيا بكار بني بطاعتي بعبدين يا خدي ودي قالك يا جوان ويا طازبيت مروف الفيتشان ده هاني غافل نبي فما اجمل ان يشكر الانسان نعم ربه ويثني على ربه بتلك النعم ويتقرب إليه قالك يا طازة ويا جوانا وقت كسك دفيت شكرين يا خدي بكت جاب أزمان بحس بكت جدل إقرار بي بكت وكارو كرياري باش أبوان نعمة تهني بكت وخدي شخورازي كت بلي قالي خشكو برايا أم قاشتنا مقطعي وأن أعمل صالحا ترضاه أبا تمامية دعايا سليمان بغنبرة عليه الصلاة والسلام بجت يا ربي خده تدستي من بقرة توفيقا من بده بري من بده هندي أزبر دوام بم سر قنجية سر باشية سر عملي صالح هر كاركي هر كرياركي توي جرازي وف عمل صالح بيقومان يموافق ابو امرتا بيتبيا اس مخلص بمتدا ويدير بيت شريمات ياو شوان خلت يا ابتكا ذكاري هاني شمرو بي تيك تدان انكو بيشت بيت مقطع دي ما هيك يا دعايوي ادبيجت وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين دخوز يوي أوا كخد جل وعلا ويبتا بحشته قال عبدت خويت صالح بس ليرا بيت فيب چهيا بيت فيب رحمة خده شك أفكارو كريارت هني ناغن هنده كمروفي بنا بحشته بس دي والمروفي كان كخد رحمة بمروفي دا ببت چونك ام چبكين ام ناغين افندك وحق خده سرخو اداكين وين تعدو نعمة الله لا تحصوها نشي نعمة خده نبج ميرين نأداء شكرا ظن نعمة هني بكين فضل خده قلك يلسر مزورة ابا سليمان عليه الصلاة والسلام بجد ان هذا لهو الفضل المبين لدي ما هيك محتاج رحمة خده بجد يا ربي خده وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين دلوان يا خو برحمة خو دلوان يا خو من ببا بحشته قال عبدت خوية صالح ويتقنج هانكو منيش قلوان بجميرة نوفي منيش قلوان بنويسة منيش بيخد قلوان دا منيش ايكشوان حساب بكا ودبحشته دا مهنيا بيقفا كونك وادخلني برحمتك في عبادك الصالح بلي قالي خشكو برايا
في چند ام هاتين دو مايكا خلاك ابرو يا برنامج هوا خزينات قرآنه بري خاطر خاصتنا امجد دست خو بلنكين وديوان دعاء بجين اويت پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم ام فير كريم وقوت يما بخو بجن ايكش وان دعاية اوى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هر وصى پیغمبر خودي صلى الله عليه وسلم بجين ربي اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا رب اجعلنا لك شاكرين لك ذكارين لك رهابين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين رب تقبل توبتنا وأغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد لساننا واهد قلبنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.